انت مع بقاء فيريرا ولا رحيله؟ هرد عليك السؤال بحاجه بسيطه. جمال قسم السيناريوهات، احنا ممكن نقول اضلاع كمان يا كريم مش واضحه عند نادي الزمالك، يعني اضلاع الكوره ما بين اداره وجهاز فني ولاعيبه. فيريرا نفسه بيتكلم على جيمي، بيقول على اسامه نبيه استقال مرتين شهر، وفيريرا نفسه مدير فني رجل اول في القياده الفنيه راح ورجع، وبعدين لما رجع ما فهمناش، يعني لما كان موجود شفنا جماهير الزمالك عامله له اكبر بانر في وكان يعني بطل الابطال في نظر جمهور نادي الزمالك ويستحق ده، لكن لما رجع، لما مساله رجوعه كانت غريبه جدا. ظهر لبعض جماهير نادي الزمالك باستياء انه على دكه البدلاء لا تعني النتيجه، في اوقات بيبقى الفريق خسران 1-2-0 وفي هزار على الخط، وده شيء غريب جدا على شخصيه فيريرا اللي يعني بيعشق جماهير نادي الزمالك وحقق لنادي الزمالك حاجات كتيره جدا. فالاضلاع فيها مشكله ما بين تضارب الاداره عايزه ايه، ما بين الفريق اللي ملامح الموسم مش باينه، ما بين ان انا طب انا رجعت فيريرا عشان لسه عندي نسبه 10-20% في الصعود، تلاشت النسبه دي تماما بخساره بلوزداد، فما انا مش بنافس على دوري الابطال، الدوري الاهلي بيبتعد بيه، طب انا لسه عندي مسابقه، يعني الموضوع متداخل جدا. الاربع سيناريوهات اللي جيمي قالها برضو ترجع ليه ان يكون في قرار واضح من الاداره، حتى في الاحتمالات اللي بيقولها جيمي في تضارب في قرارات الاعضاء مجلس الاداره نفسها، فبالتالي يعني الضحيه في القصه دي نادي يعني فريق الكره بنادي الزمالك، انه حتى اللعيبه مش هتبقى عارفه الدافع ايه دلوقتي في الموسم، انا بكمل الموسم بلعب على ايه، التوجه فين.